توضيح مهم، لأنه الناس بالنسبة لهم فصل الربيع هو فصل ربيع يعني فصل جميل، ولكن في بعض الأحيان هو تبقى فصل غير جميل، بالأخص الناس اللي عندهم الحساسية ديال لقاح أشجار، وبالأحرى حبوب لقاح الأشجار، لأنه في هذا الفصل هذا مثلا بداية ديال شهر أفري حتى الآخر ديال شهر ماي، أشجار بصفة عامة ونباتات تعطي واحد اللقاح، واحد الحبوب ديال اللقاح باش تلقح الشجرة مع الشجرة. كاين الناس اللي يشموا هذا اللقاح ديال الأشجار يتصابوا بحساسية تسمى بحساسية الربيع. إنما الحساسية الربيع يعني كثيرة، كاين حساسية على حسب كل شجرة، على حسب كل نبات. كاين مثلا اللي عنده الحساسية ديال أشجار ديال الزيتون، كاين عنده مثلا الحساسية ديال أشجار أخرى معينة، كاين اللي عنده حساسية ديال نباتات معينة. يعني تبقى مسألة شخصية، كل شخص والحساسية اللي عنده لنوع، واحد النوع معين ديال لقاح الأشجار. حساسية ككل، يعني ماشي حساسية ربيع. عندنا أرقام مثلا تخص الأطفال، من خلال واحد البحث قمنا به في 2001، تقريبا 30% ديال الأطفال عندهم حساسية في الأنف ديالهم وحساسية في العينين ديالهم. إنما في هاد 30% ربما لقاو حتى 10% عندهم حساسية ديال الربيع، اللي تتكون بالأخص مثلا في الشهر ديال 3، وتتكون جميع المدن ليس فقط المدن الداخلية. أيضا لاحظنا بأن مثلا كف الدار البيضاء، لاحظنا بأن بزاف ديال الناس عندهم حساسية ديال الربيع، ملي تخرج مثلا الغابة ولا تمشي لمناطق فيها أشجار فيها نباتات، تتحس بأنهم جاتهم مثلا الموجة ديال الحساسية، تيحكوا عينيهم، تيحكوا نيفهم، الصدر ديالهم تيكحبوا، تسمع الصفارة في الصدر ديالهم. تقريبا 50% ولاتية، 50% أيضا مكتسبة. اشني مكتسبه، يعني بان الناس اللي تعيشوا مثلا في الحقول، الناس يعيشوا مثلا في واحد الغابه ديال الزيتون بحال المنطقه ديال خريبكاد ديال وادزم ديال مكناس ديال مراكش، يعني ملي تيكون عندهم هذا اللقاح ديال الشجر ديال الزيتون تيكون كثير، واحد الصور كثيره في شهر ديال افري وشهر ماي، تتكون تتولي حساسيه مكتسبه، يعني تيشمها تيعاود يشمها وتعاود يشمها، تتولي عنده امراض الحساسيه عن طريق هذا اللقاح ديال الاشجار، خاصه الشجر ديال الزيتون. وبعض الاحيان تتكون ايضا الحساسيه وراثيه، لانه حاليا تنعرفوا بان الحساسيه مرض وراثي تقريبا في 30%، مثلا اذا كانت الام ولا الاب عنده الحساسيه، هناك احتمال ديال 30 حتى 40% ديال الاطفال يتصابوا بهذه الحساسيه. الامراض اللي كاينه حاليا اللي ناتجه عن الحساسيه ديال الربيع، اللي ناتجه عن الحساسيه ديال لقاح الاشجار، خاصه حساسيه الانف وحساسيه العينين. يعني الناس تيقول عندهم واحد السيلان ديال الانف واحد الصوره كثيره، تيحكوا الانف ديالهم، الانف ديالهم تيتسد، تيفقدوا حاسه الشم، وتيكون عينهم حمرين وتيكبروا في الحجم ديالهم. وفي بعض الاحيان هذا اللقاح ملي كيتسرب للقصبات الهوائيه تيتج عنده ايضا مرض ربو، يعني الدقه. لاحظنا مثلا هذا الاسبوع الصارم، بزاف ديال الناس ملي مشاو للغابه، ملي مشاو مناطق فيها الشجر فيها نباتات، شداتهم يعني نوبه ديال الدقه، هناك واحد الصفير واحد السعال جاف في الليل. هادو هما الاعراض ديال الحساسيه ديال الربيع اللي الناس يعرفوها. يعني بزاف ديال الناس يقول لك هاد السيمانه هادي حسيت بعينيا حمرين، تنحكهم ما ساليتش من الحكه ديالهم، نيفي بحال الروبيني ما بغاش يسيل، وتنكحب بالليل. هادي حساسيه ديال الربيع. اولا خصنا نتكلموا على خصنا نعرفوا شنو الحساسيه ديال الربيع، لان هناك حساسيات ديال الربيع. حنا تنقوموا بواحد التحاليل جلديه ديال الحساسيه باش نعرفوا النوع ديال النباتات اللي خلق الحساسيه لعدة الانسان، واش مثلا شجر ديال الزيتون ولا شجر ديال الليمون، واش هناك اشجار اخرى، ما تنساش حتى النخيل بعض الاحيان تيتلقط ايضا الحساسيه في الناس ديال الجنوب. تنقوموا بالتحاليل الجلديه باش نعرفوا النوع ديال الحساسيه، عاد نعطيو العلاج. بطبيعه الحال العلاج خص الناس يفهموا واحد المساله، والعلاج خصهم ياخذوه قبل ما يجي فصل الربيع، يعني في شهر يناير في شهر فبراير الناس اللي عندهم الحساسيه وتعرفوا عندهم حساسيه ديال الربيع خصهم يمشيو باش ياخذوا العلاج ديالهم. علاج يكون اما عباره عن اقراص تيتخذوا في الليل، وعن رشاشات تيداروا في الانف خاص في الصباح. يعني الانسان خصو ياخذ الدواء ديالو في شهر فبراير، وبقى يستمر في العلاج ديالو حتى اواخر شهر ماي. هناك واحد العلاج جديد بالخاص الناس اللي عندهم حساسيه ديال لقاح اشجار ديال الزيتون، وواحد النوع ديال لقاح تسمح لنا لقاح عباره عن نقاطي تيداروا تحت اللسان، تنبداوهم في شهر يناير وتلقى نستمروا حتى الشهر ديال ماي. والعام الجاي في نفس الفتره تنبداو في يناير وتنفقوا في وسط ماي. هذا اللقاح تيجعل الانسان يخلق واحد المناعه ضد لقاح ديال اشجار ديال الزيتون فقط. الوقايه هو الناس اللي عندهم هذه الحساسيه ديال الربيع يتجنبوا
فالاماكن اللي فيها الاشجار فيها النباتات، بالاخص الناس اللي عندهم حساسيه ديال الشجر ديال الزيتون في هذه المرحله خصهم يتجنبوا باش يمشيو للبلاصه اللي فيها شجر الزيتون، لانه ربما يتصابوا بدقه، يصابوا بحساسيه ديال الانف، حساسيه ديال العينين. هذا هو الحل الوحيد. والانسان ملي يدخل مثلا المنزل ديالو خصو يغسل يديه ويغسل وجهه ويستحم وينفض هذوك الحوايج ديالو لانه تيبقى فيهم دوك اللقاحات ديال الاشجار. هذو هما الوقايه اللي كاينه، ولكن ايضا العلاج لابد منه.